لماذا يسمح الله بالألم؟ ده موضوع مش الساعة، كل السنين، نعم كل السنين فعلا الكل بيسأل السؤال. لكن أنا عايز أبدأ وأقول بس لكل واحد إني اوعى تنسى إن الرب صالح. مهما كانت أزمتك، مهما كان مرضك، مهما كانت الظروف اللي أنت فيها، اوعى تشك في حقيقة إن الرب صالح. يعني خليني أبدأ بالمفتاح ده، ده مهم جدا. الرب صالح في كل ما يسمح، في كل ما يسمح. لكن لو هبدأ أتكلم على أسباب الشر والألم في العالم، كتيرة جدا. المشكلة إن في محدودية تفكير، يعني بيبقى الناس أحادي البعد فقط، كأنه عامل واحد. فأنا هبدأ بشوية حاجات لمجرد تفضل أسيس. مش كل الأسباب، لكن هقول بعض الأسباب اللي يمكن تفتح أذهان الناس. زمان القديس أثناسيوس حامل إيمان قال الجملة دي وأنا عجبتني جدا، قال في البدء لم يكن الشر موجود، وأضاف إذا ما هو مصدر الشر؟ قال الناس فيما بعد بدأوا يخترعونه. الناس هم اللي بيخترعوه ويحكمون صنعه لضررهم. احنا مرات بنرمي كل حاجة تحصل لنا كأن السبب هو الله، ودي مشكلة كبيرة. او بيبقى اما السبب هو الله او الشيطان، ما عندناش نقعد نفكر في كل الأبعاد.